فتح مشروع جديد باستخدام الاندرويد ستوديو. بعد ما تقوم بعمليه تثبيت الاندرويد ستوديو راح تظهر لك هذه النافذه اللي خاصه في عمليه الويلكم وعمليه انشاء البروجكت جديد. وتلاحظ هنا مجموعه المشاريع اللي انت عملت عليها سابقا، اضافه لذلك هنا مشروع جديد، هنا يعني فتح مشروع عندك محفوظ سابقا، هنا تعمل تشيك اوت بروجكت، هنا عمل بروفايل وديباج بالنسبه للاي بي كي ومجموعه من الامور الاخرى. اوكي، وهنا الكونفيج عمليه او يعني تستطيع من خلال انه تضبط اعدادات البرنامج بشكل عام قبل الشروع في عمليه انشاء البروجكت. هنا نضغط على ستارت نيو اندرويد ستوديو بروجكت. بعد ذلك راح طبعا من خلال البرنامج تستطيع انه تعمل تطبيقك الخاص في الاندرويد يعمل على مجموعه الاجهزه سواء كانت هواتف ذكيه، تلفاز، وير او اس، كثير من الاجهزه. طيب هنا عندك مجموعة من التمبلت الخاصة يمكن أن يساعدك في عملية التصميم. أنا هنا راح أختار MBT Activity، تمام، وبعد ذلك Next. هنا تعطي اسم البرنامج الخاص فيك، نعطي مثلا على سبيل المثال اسم Start، تمام، وهنا الباكج نيم. الباكج نيم هو الاسم الذي يتواجد على جوجل بلاي، تمام. الباكج نيم هو يتمثلك بالاسم الذي يتوافر على جوجل بلاي. فكل تطبيق له يونيك باكج نيم، يعني له اسم باكج نيم مختلف متواجد على كانما يو ار ال. وهنا حفظ المشروع الخاص فيك، وهنا تختار اللغه كوتلين. بعد ذلك عندنا هنا المينيمم اب بي اي، على يعني اقل اجهزه يمكن انه يشتغل عليها البرنامج. لاحظ انه 4 اندرويد 4 يمكن تختار 4.4. احنا راح نختار على سبيل المثال من الاي بي اي 16، تمام، بهذا الشكل. تلاحظ انه يقول لك ان البرنامج الخاص فيك يشتغل على نسبه 99.6. اذا تختار مثلا لبلو بيقول لك اوكي راح يشتغل على 85% من الاجهزه. مجموعه من الاحصائيات يظهر لك البرنامج، مثلا تبدي بعمل البرنامج الخاص فيك على اندرويد 10 راح يقول لك هذا البرنامج يمكن يشتغل على 1% من الاجهزه، باعتبار ان 1% من الاجهزه هي فقط تحتوي على اندرويد 10. فاحنا راح نختار هنا اندرويد اي بي اي، يعني اي بي اي 16 اللي هو على جيلي بين 4.1. اوكي، وبعد ذلك فينيش. تترك البرنامج الا انه يهيئ لك كل الملفات الضروريه الخاصه في البروجكت، وهنا طبعا راح يستغرق وقت معين لإنشاء هذه الملفات حسب سرعة ومواصفات الكمبيوتر الخاص بك. بعد ما يكمل من عملية إنشاء البروجكت الخاص فيك، فإحنا راح نتحقق من عملية تثبيت أو تشغيل البروجكت الخاص فيك، عمل تيست على البروجكت بدون لا نتطرق إلى أي تفاصيل أخرى هنتطرق لها ونتناولها بالتفاصيل في الدروس اللاحقة. مبدئيا حتى نعمل رن على البروجكت الخاص فيك، فهو رن اعتيادي كأي منصة تطوير. من خلال رن يمكن انه تختار رن اب، ولكن قبل ذلك تحتاج انه تقوم بعملية تثبيت للفيرجوال ديفايس او الايميليتر الخاص فيك. فنذهب هنا على هذه الاجهزة، على ايقونة الاجهزة بهذا الشكل، وتستطيع هنا تلاحظ انه طبعا ما راح توجد عندك اي اجهزة باعتبارك انه هو جديد، فتعمل create virtual device. بعد ذلك تختار نوع هذا الديفايس، الابعاد الخاص بك، تراعي مواصفات الكمبيوتر الخاص بك، بعد ذلك عنا نيكست. وهنا راح تبدي بتحميل الايمج اللي موجوده عندك، تمام. يمكن انه تعمل يعني اوريو يعني على الاي بي اي اللي موجود عندك، فتضغط على داونلود، وبعد ذلك تنتظر فتره زمنيه معينه لعمليه التحميل، وبعد ذلك تقوم بعمليه تنصيب. خطوات بسيطه جدا. اذا تقوم بعمليه التحميل وتثبيت الفيرجوال ديفايس، بعد ذلك راح تبدي في عمل رن مباشر. بعد ما تكمل عمليه التنصيب الجهاز، فتجي على هذه الايقونه، راح تلاحظ انه الجهاز راح ينضاف عندك هنا ضمن الاجهزه، فتضغط ضغطه واحده هنا وتنتظر الى انه يعمل بولت على البروجكت الخاص فيك، وراح يبدي يشغل الفيرجوال ديفايس ويبدأ في عملية التثبيت بصورة تلقائية وراح يعرضه إليك. ننتظر ونشاهد النتائج. لاحظ الآن ده يعمل عملية تثبيت على هذا الإيميليتر الفيرجوال ديفايس.
يقوم بعملية تثبيت تلقائية بدون أنه تتدخل بأي شيء. بعد ذلك مباشرة راح يعرض لك البرنامج، راح يفتح لك التطبيق. لاحظ الآن launching activity، الآن عرض لك التطبيق الخاص بي. تمام، هنا hello world هذا اسم التطبيق الخاص فينا، هو عبارة عن star، وهذا التكست اللي موجود في يعني في الجي اي اليو اي الخاصة في البرنامج اللي هي hello world. إذن إذا وصلت لهذه النتيجة فأنت كل شيء الآن تمام عندك، الأندرويد ستوديو دي يشتغل عندك بدون أي مشاكل، وراح نكمل معك في تناول الأساسيات الخاصة في الأندرويد ستوديو، وراح نعززها بمجموعة من التطبيقات.